انا اختي السلام عليكم، انا اختي الضحيه. هاد الناس هادو مغاش يبعدوا لنا، هما اللي جات امو جات داتها جرتها بطتها خرجتها قبضه واحد طلع الجلوي وصلات للدار جرجر فيها اهلكها نقضت مستحيل طاحت. شوفوا معنا لله، شوفوا معنا. من الاول جرات امو جات عندها تا الدار وخرجها يلا طيبه الطويجن، باقي الطويجن محطوط غتغدى هي امي متى وعندها بنيه صغيوره. جات امو داتها بقات عليها جراتها خرجتها داتها جراتها خرجتها راس الدرب طلع عليها واحد طلع الجنوي وصلاتها للدار بقى عليها شريط تربح مضروبه في الراس مضروبه كلها ونقذت من دارهم حتى لدار اخرى. راه الحديده راك شفتوا الاسعاف اللي جات، جاو ماشي غير واحد ولا جوج بحر باش خرجوها. راه هاد البنت هادي ضحيه، عتقوها لبنيتها عتقوها لخوتها لميمتها. انا كنت شايف نتشاف منكم، شوفوا من الحاله راه غير هجاله. البنت راه مطلقه، البنت راه ما تستاهلش هاد الشيء هذا اللي شفتوه راه كيلبوا النار. طلوا من حالتها وميمتها وخوتها وحبابها، كلشي كيموت كلشي كيمضحي عليها، لان حنا الدار هي اللي مزينه لنا. الا ما لقيناها هي في الدار ما عندنا حياه، ما عندنا حياه في هاد الدنيا هادي. كنعرف هاد السيد اللي مشات هاد السيد هذا كان شحال هادي وهي كتهضر معاه، ملي دخل 4 سنين ديال الحبس ما بقاتش كدور عليه، دابا تيقولها والو ترجعي، قالت له صافي الله يعاوننا ويعاون، كنا وكنتو، باش دابا رجع عندك ما رجعش عندك، انا دابا عندي بنيه خصني نكبر بنتي ورديت لعقلي، ما انا ما كان عليا من الاول ما نهضر معاك ما تكلم معايا، ملي جات 4 سنين تفارقنا الله يعاوننا ويعاونك، صافي ولا السيد كيجي يهددنا، كيجي يدينا، وجا كيصيفط امو باش تخرجها، هاد الناس ما بغاوش يبعدوا منا، يبعدوا من هاد البنت هادي، البنت راها مريضة. اصلا راها مريضه، راه عندها اوراقها، راها مريضه يبعدوا. دابا راها كتشفي، كنت تشوفوا حالتها، راه حالتها كتشفي. حنا راه ما بقاش عندنا صحه، ما بقاش عندنا قدره اللي نوقفوا. كنطلبوا منكم يا ربي، وحنا كنترجوا الله، كنترجوا الله يشافي هاد البنت، كنترجوا الله وكنترجوا منكم ان تشوفوا شي حل مع هاد السيد هذا ومع امو. هو اللي كانت مزوجه به من قبل؟ لا ما كانتش مزوجه هو به، لا. ها هادي وهي كتعرفو قبل هادي شحال ضرب 4 سنين د الحبس وخرج يلا عاد خارج خارجي عاوتاني عندنا داير بينا. اش بغينا ما بغيناش، لان حنا هذاك ماشي ديالنا، ماشي مستوانا، ما عندنا ما نديرو به. هذاك السيد بزناس شفار مجرم كلشي كيديرو شتي دارهم، دارهم دابا الا دخلوا البوليس البيوت كيكريوها غير الشفاره غير البزنازه، ما كاينش في الليل تيديرو حمله في دارهم. هذوك ما يصلحو الناس، يجيبوا المستوى ديالهم مع المستوى ديالنا. حنا ناس مساكن بسطاء، ناس دراوش، كنخافوا من المخدن، خافوا من الله، واني خلينا لهم الله وخلينا لهم سيدي ربي. وكان المشاهدين كنقدم لكم امو، امو امو راه ولات حالتها. مولف كيجي كيهددكم؟ تيجي تقول لها تخرجي صحه، تخرجي عندي صحه، تقول لي بنتي ما تخليهاش تخرج راه يديها ليا. فهمتي دابا حاليا خايفه منه، دابا حاليا ما تقدش تقول الحقيقه، دابا حاليا خايفه منه، لان ديجا من 4 سنين اللي قبل منها ضاربها لفخدها، راه عندها ضربه وخايفه منه كيهددها. انا براتي دابزت معاه قلت له بعد منها، قال لي انت يلا رقبتك انت ولادك نفنيك. مجرم ما يسمعش. مجرم. كيفاش وقعت الواقعه اليوم؟ هو اللي لحى من السطح ولا هي اللي لحى؟ كيجرجرها وكيضرب فيها من السطح، طلعها من السطح هو اللي دفعتها طاحت، دفعها ما بقاتش تشعل. انا مسافه عاليه ما نعرفش ولدي، ما قاريش ما عارفاش، مسافه عاليه. جاكم الاخبار باللي الناس عيطوا لنا؟ الناس عيطوا لنا، جينا لقينا البوليس اعتمن ساعتين باش عاد جات لومبيلونس، وعاوتاني قعدوا معاه شي ساعه ولا اكثر وهما كيحاولوا يديروا محاولات. البنت راه في الخطر، كنطالب منكم شوفوا من حاله هاد البنت، شوفوا وبحال هاد المجرمين خصهم يتعاقبوا ما يعيشوش في الدنيا، لان ما يقبطوش البنات صحه، بصحه ما كايناش. راه هاد البنات تيعيشوا تيعيشوا مشردين، حتى هي عندها بنتها خلات بنيتها كيبغى الله كيبغى لها الله. الحديده الحديده ديال البرا. الحاله فاش لقيتوها فاش مشيتوا؟ لا ما خلاوناش ما خلاوناش ندخلوا نشوفوها، هي ساده في دار اخرى، هما اللي الدار سادين الباب ما خلاوناش ندخلوا، ما خلاوناش اخويا ندخلوا، ما خلاوناش. انا من مساكن مدينه 70 يلا جيت وانا نتلاقى بهذا الامر ونلقى بهذا الواقع عند اختي، واختي هي الصغيره وعندها بنيه اش بغاو عندها. الكبيره بعدي منا ما غاديش نعطيوك بنتنا بعدي منا، ماشي مستوانا. دونك
بغاو يزوجوها لذاك الولد؟ كتقول لك ناخذها لولدها، واش ولدها عباد الله؟ ولدها ما كيخدم، حنا باغيين غير 400 حلال، ما باغيينش الحرام، هو بزنار شفار مكاير دارهم تيقعدوا الشفاره البزنات كلشي، هذوك ماشي هما حنايا، حنايا خصنا الراجل يخدم يجيب غير 400 وتكون حلال من الله، ما باغيش غدا يوم القيامه نتعاقبوا على هذا الشيء هذا، حنا كنطالبوا منكم تساعدونا، اعتقوا لنا هي البنت، البنت راه كتموت، البنت كتموت وما عندهاش، كنطالب منكم الناس المشاهدين، كنطالب منكم تساعدوا هاد البنت، شوفوا من حالنا. الحديده باقا داخله عندها في رجيلها، قطعينا لها بداك، جابوا واحد جابوا السدورات لامون كبير، ما جابوا الاول وجابوا الثاني، راه الناس ما خلاو المساعدين ديالها، الناس اللي كيساعدوا اللي هادو الله يكثر خيرهم، ما جا غير واحد ولا جرجة وناس كيتك بزاف، الناس العدد اللي جاو منه اللي بحرا باش خرجوا هذيك البنت، البوليس ما قدرش يشوفوا ديك الحاله، ما خلاوناش نطلعوا نشوفوا ديك الحاله. ما عرفتش اخويا، انا ما شفتش، ما شفتش، انا ما شفتش، ما كنت ما شفتش. انتم قبل درتوا شي شكايه بهذا السيد هذا؟ لا ما درناش شكايه، ما درناش شكايه. المولف تيجي تيهددنا، تيهددنا، انا بعدا عندي بناتي باقيين صغار، ها ولا شد لي بنتي تكرفت عليا، وليني دابا ما غنخافش، غادي حتى انا غادي ندير شكايه به، انا براسي، انا مرت الراجل عندي 4 ديال الاولاد، انا براسي خسر عليا الهضره، ملي قلت له بعد من اختي ما تعاودش تقرب راه ما غنعطيوها لكش، خسر الهضره عليا انا اللي مرت الراجل. خسر الهضره، هذا الراجل هذا الولد هذا خصو يتعاقب، امو عارفه كل شيء وكتساعده، وهي اللي مخرجه ديما تجي ترغبها، ديما كتجي ترغبها. نهار تجي هي خذ فيها الحق. نهار تجي عندي. الحاله ديال البنت مقطعه لها بالمنشار، الحاله ديال جايه في جدر رجل، جايه في رجل في جدر رجل، حاله خطيره، عرفتي راه رماها لواحد السطح طالعين دوك الحديدات ديال الداله. فهمتي دابا قطعوا لها عرفتي راه جا الاول وجا الثاني السدورات كاع جابوهم. كتجي عندك بنتك كتقول لك اللي راه كيتعرض ليا على براك. المهم بنتي انا تتكون معايا في عيني تتجي تتبقى تعيط يا فاطمه الزهراء يا فاطمه الزهراء تتخرج عندها موال الولد ماشي هو موال الولد تتجي عندي تتبقى عليا فاطمه الزهراء منين ما تتسمحهاش تنقول لها راه ما كايناش واخا تتكون هي كاينه تنقول لها ما كايناش ولا مني بنتي مريضة عقليا مريضة تيديوها صحة بنتي مريضة حاطة لها الورق في الكوميسارية ما تندوز لها طبيب نفساني مريضة ليا ماشي عادية. واخا شنو تبغي تقولي اليوم؟ أنا تنطلب الله تنطلب الله تعالى وبركاته يعاونوني عليها البنت راه ما عنديش وكي قال الحالة كيبغى الله وراه أنا عايشة أنا وياها. هادشي ساعدوا لي بنتي ساعدوا لي بنتي راني غانا وياها انا هجاله وهي هجاله عندها بنيه بغيت بنتي توقف لي على رجليها كيما كانت فهمتي ويتسافدوا لي من المجرم ومن مو هادو اللي ظلموني ظلموا لي بنتي تعداوا لي على بنتي دابا انا ضعت في بنتي دابا انا شنو تقولي الحاج هذا اللي رزق هذا انا بغيت له الاعدام بغيت له الاعدام بغيت له الاعدام امو السلطه تحقق معاه تاخذ الاجراء معاه ولا ما قدرتش اجراء معاه حنا غنديروا الشرع بيدينا حنا كنامنوا في السلطه كنترجوا من السلطه حيت حنا مت وليدات عندنا وليداتنا حتى حنا خايفين على وليداتنا ما حتى حنا غنديروا ولا ما نديروا ولكن خايفين على وليداتنا كنترجوا من السلطه تشوف من حالنا السلطه هي اللي تقوم بالواجب ها راه هرب هرب ساب كوجا رمو معاهم وهو راه هرب دابا نتوما مازال مخلوعين مازال حنا ماشي غير مخلوعين حنا راه الرعب حنا ما بقى فينا ما نوقفوا الجهد اللي نوقفوا به ما بقاش عندنا لان عندنا ديك هي البنت الصغيره لان حنا اللي جينا للدار كنلقاوها هي لا ما لقيناهاش هي ما كاين والو هي تتخبط للداخل بنتي راه تعدمت من رجلها تعدمت بنتي شوفوا من حالها ضاعت من رجلها اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.